صوت العرب من القاهرة يقدم الرسالة اليومية لمهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة في دورته 22. الإعداد والتقديم غادة كمال. أهلا أصدقاء، أهلا ومرحبا بكم مع رسالة جديدة من رسائل مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة في دورته 22 تحت عنوان مدى. يسعدنا أن يكون معنا الفنان المصري العالمي أحمد قرعلي المشارك بداخل هذا المهرجان. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا منورين. روح المدينة عنوان العمل اللي حضرتك بتشارك فيه، عايز أعرف من حضرتك شرح لهذا العرض. أنا مشارك بعملين مش بعمل واحد، ده العمل الافتتاح الأول روح المدينة، والعمل التاني انستليشن كبير 10 متر في 12 في 12 ارتفاع قصاد مسرح المجاز، بس أو الدور يعني بره في الشارع. أنا شغلي كله له علاقة بتطوير العمارة الإسلامية، يعني هي وقفت عند مرحلة معينة وما تطورتش، فكان المفروض إنها تكمل لو الفنانين اشتغلوا عليها كان إزاي بقت شكلها. فمعظم الشغل اللي بقدمه لو إن إحنا مكملين مع الثقافة المعمارية دي كان الشكل في العصر ده بقى ازاي. فالمشروع انه مدينة يعني بكملها، يعني فكرت ان لو المدينة ليها روح يعني حاجة مش للسكن مش بس تشوفيها يعني ممكن تكون ازاي. فكان تقديم المشروع ان انا عملت كتل الضوء ورا واللايرز من الشيفون، كل لايرز مرسومة بتكمل اللايرز اللي وراها تديكي في الاخر الشكل ده كأنه مدينة بأبعادها بشوارعها الناس بتتحرك فيها، لها ابعاد لها دايمنشن، كل دي بس رؤية بصرية وكمان انتراكشن الناس بتقدر تتفاعل، وهي لها علاقة بكونسبت المدى لان في مدى وعمق في البروجكت يخليكي تحسي انك دايما عايزه تخشي تشوفيه تتفرجي عليه من جوه. دي كانت فكرة المشروع. اخترت اللون الأبيض لروح المدينة، ويمكن اللون الأبيض مرتبط لدى المشاهد والمتلقي برموز معينة ترتبط بالروح أيضا. هو الأبيض والأبيض الشفاف لأن دي عارفة ذاكرة الطفولة أنه الملائكة بيض ومنورين، واللون الأبيض هو لون الحاجة في النيف في الفطر كده بتخليك أنت تروحي بسرعة للترانسبيرنت والأبيض يعني. وفعلا هو قد أداء يعني لأنه هو شفاف وأبيض ومضيء بالشكل ده، واللايرز الطبقات ورا بعضها ادت النتيجه يعني، وكان موفق وكان ناجح، وده اكتر من عرض للعمل ده يعني ده ثالث عرض ليه. راي حضرتك في مهرجان الفنون الاسلاميه بالشارقه في دوراتي 22، وفي كل عام المهرجان بيحقق نجاح، اشتركت فيه ازاي ورايك هذا العام؟ انا اشتركت فيه هما بعتوا لي لانه هو الشغل برضو اللي انا شغله يعني خلاص بدا يتعرف يعني سمع عنه، فلان انا شغال في نفس الكونسبت نفس مفهوم التفكير اللي هم بيشتغلوا فيه، فطبعا طلبوا مني المشروعين دول عملناهم. وطبعا هو يعني مشروع ناجح جدا لانه هو ده اللي احنا محتاجينه، يعني البحث عن الهويه الثقافيه بتاعت البلاد اللي احنا عايشين فيها هي بشكل او باخر محتكه بالارث الاسلامي وبالثقافه الاسلاميه، هي محتاجه تتطور يعني ما ينفعش ان احنا نفضل على القديم، يعني محتاجه الرؤيه التشكيليه الاسلاميه تشكل من جديد، محتاجه الشبكيات تتعاد من جديد، محتاجه الابواب المكرنصات العقود الارشاد، كل دي بتبقى وجهه نظر فنيه جديده. مهرجان زي ده بيحفز العقول انها تفكر وتقدم حاجات مختلفه يعني، وبيبقى عندك الماده والماتيريال اللي منها بقى تقدري تدي الماده الخام للمعماريين للادباء للفنانين. فطبعا المهرجان موفق جدا وناجح يعني. الشارقة جمعت على أرضها مختلف الجنسيات من كافة أنحاء العالم، ليست فقط العربية التي تدين بالإسلام ولكن أيضا الدول الأوروبية. تقديم الفن الإسلامي من عدة وجهات نظر عالمية، كيف يثري مفهوم الفن الإسلامي لدى العالم؟ هو الفن الإسلامي أصلا ثري جدا لدى العالم وكله عارف، يعني يمكن إحنا الوحيدين اللي مش عارفين اللي ما بقيناش عارفين يعني، لأنه الفن الإسلامي وخاصة العمارة الإسلامية من أقوى وأجمل وأكثر العمارات صداما مع الإنسان صدام حلو، ودي مرحلة ووقفت مش عارف ليه يعني. كون انه احنا نبتدي دلوقتي من اول وجديد نفكر نحيي ده بوجهة نظر جديدة هتلاقيه مطلوب جدا على مستوى ثقافات الشعوب ومطلوب جدا جماهيريا والناس هتمتصه بسرعة يعني، بس هو المطلوب مننا احنا ان احنا نقدمه. فانك انت بتجيبيه من وجهة نظر الشرقي ووجهة نظر الغربي بالاخر هيطلع عندك الخامة اللي بيها تقدري تنطلقي لحداثة جديدة يعني. فطبعا هو مش حكر على الشرق ولا حكر على المسلمين لانه في الاخر هو ارت يعني انت
انترناشونال، يعني اي حد عابر للقارات وعابر للمسافات. هو الفنون الاسلاميه عبرت القارات وعبرت المسافات في ازمنه قديمه جدا، يعني من غير كل الميديا دي وكله تاثر بيها يعني. وفي الوقت ده لما تخليه انترناشونال يعني مش بتاعنا، بتاع الجميع يعني، يقدم هيسري التجربه اكتر، وده اللي بيعمله مهرجان الشرق، وبرافو عليهم فعلا. يعني الفنان المصري العالمي احمد قرعالي، دي كانت لوحتك او مشاركتك الاولى، قلت ان في مشاركه ثانيه داخل مهرجان الفنون الاسلاميه في الشارقه ادارتي 22 تحت عنوان مدى. ما هو مدى عملك الثاني؟ مدى عمل الثاني بقى مدى كبير جدا، لانه هو يعني منور الشرقه كله بضوءه ونوره، يعني هو عمل اكبر وليرز اكتر، وبناء معماري في الحقيقه، يعني بناء معماري غير موظف يعني للرؤيه يعني، بس هو مبنى كبير لكنه مبنى، وهو وجهه النظر لو احنا هنبني دلوقتي مباني يبقى شكلها ازاي. انا مقدم النموذج ده، بس مش مقدمه كموديل، مقدمه كنموذج فعلا كبير حقيقي. يعني يعني هل موجود مكانه فين في الشارقه؟ قصاد مسرح المجاز، الافتتاح بتاعه يوم الاثنين. فنان المصري العالمي احمد قرعالي، مهرجان الفنون الاسلاميه بيوجه الدعوه للاعمال غير التقليديه، يعني في كل عام هناك الجديد الذي يقدم. مدى يفتح افاق للمتلقي والمتذوق لتنميه ملكه الخيال، ويمكن ده اللي شفناه من خلال عمل حضرتك، اطلاق ملكه الخيال من خلال روح المدينه. كيف يساعد على تنميه الابتكار والابداع والخيال لدى المتلقي؟ هو بيشتغل لوحده يعني، هو اصلا هو تدريب، يعني زي اي حاجه انت لازم علشان تعرفيها تتدربي عليها، يعني كتر ما انك بتبصي وبتشوف بتتدرب على الجمال، وبتتدرب على انتقاء الجمال، وبتتدرب على ايه المناسب جماليا ليكي. يعني فاحنا بنقدم اللي احنا بندعي ان هو ده مناسب جماليا لينا يعني، وبنقدمه للناس. فانت ما انت شايفه الناس بتتفاعل ازاي، يعني ما حد سالنا بيعبر عن ايه، ما حد سالنا هو ده ايه، هم كلهم عارفينه يعني، اول ما بيشوفوه يفتكروه يعني، لانه ده في ارث في ذاكرتهم البصرية القديمة، وبيبتدي يستعيد قوامه تاني، يقول هو ده اللي احنا ممكن نبتدي ونشتغل عليه، ممكن ده يكون الشكل بتاع المدينة بتاعتنا او بتاع البيت بتاعنا. فبدل ما بنروح للتغريب قوي كده، ممكن نلم الدنيا تاني للتشريق بمودرنيزم عالي جدا، يعني بشياكة، لانه الفن الاسلامي مازال مرن وقابل للتطوير والجذب والشد والاضافة عليه والاخذ منه، عنصر واحد من عناصره يبني مدينة يعني. واخيرا الفنان المصري العالمي احمد قرعالي، امنياتك لمهرجان الفنون الاسلاميه بالشارقه مدى في دورتي الثانيه 22؟ هو مش امنياتي، هم موفقين ويستاهلوا توفيق اكتر واكتر كمان، يعني برافو عليهم، يعني حقيقي حركه ثقافيه واعيه مؤمنين بيها. واتمنى طبعا ان يكون في معظم بلادنا العربيه الاتجاه التفكير ده، يعني اتجاه ثقافي كده، يعني في حد بيفكر في نفس الاتجاه، وتكون في اتجاهات اخرى يمكن معاكسه او مضاده، بس ما ينفعش ان احنا نسقط الاتجاه التفكير، تفكير تطوير العماره الاسلاميه، ما ينفعش تفضل على اللي فضلت عليه، لازم تطوير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا واجمل امنيات بالتوفيق. شكرا شكرا، الف شكر لكم. غدا رساله جديده من مهرجان الفنون الاسلاميه بالشارقه. مع غادة كمال.